أعزائي عزيزاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنا عودة معكم مرة أخرى في الدرس الخامس من دروس التربية التشكيلية للمستوى الأول في كتاب عالم التربية التشكيلية. الدرس اليوم كيقول لك أرسم أدواتي المدرسية بواسطة النقط. أعزائي، قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموا الجرس باش يوصلوكم جميع الفيديوهات. ونبداو على بركة الله، نبداو بعدا بالشرح وعاد نشوفو الطريقة. هما قالوا لك أرسم أدواتي المدرسية بواسطة النقط، بمعنى هما قالوا لك شمن أدوات غترسم، يعني ما صعبوش عليكم الأمور. إذا أنا فكرت أنني غادي نرسم هنا بعض الأدوات البسيطة، ولكن غنستعمل الأقلام اللبدية والمسطرة. علاش المسطرة؟ هانتوما غتشوفو، تبعوا معايا خطوة بخطوة. غادي نختار لون من الالوان، يعني عادي غنختار اللون الاسود، وغادي نرسم هنا كراسه او كما كتقولوا انتما الدفتر. بسم الله، تبعوا معايا. غنختار يعني غنجي للوسط، وغنبقى نعمل نقط. بحال هكذا. علاش عامله المسطره؟ باش تجيني الخدمه معوطه. غنطلع تقريبا نفس المستوى اللي كان عندي، غنبقى نعمل النقط. حاولوا ما امكن تعملوا النقيطات غير باللاتي عليكم، وغادي نشد الكراسه ديالي. بهاد الطريقه دابا غادي نعمرها كامله بالنقط، وليني قبل ما نعمرها بالنقط غادي نعملو شي لون مغاير، اخضر ولا اصفر ولا اللي كان. غنعملو ديك التيكه ديال الاسماء في كيكون الاسم. غادي نختار واحد المنطقه معينه من الكراسه ديالي، وغادي نعمل الموطع ديال التيكيتا اللي كيكون فيها الاسم. بهاد الطريقه، لاحظوا دابا عاد غنكمل باللون ديالي الاول اللي كان الاسود. غنكمل عليه بنفس الطريقه، وليني هاد المره ما غاديش نجيبها في السطوره مع المسطر المسطر، وانما غنعمر حتى بين السطور. ماشي ضروري ترسموا شي حاجه خارقه للعاده، مجرد انكم ترسموا اسهل حاجه، اسهل حاجه طيح لكم على البال في الادوات المدرسيه. كنبقى نتبع النقط ديالي حتى كنساليهم بهذه الطريقه. انا اختاريت الدفتر لانه ساهل، نتوما ممكن تختاروا اي شكل بغيتو. تبعوا معايا، صحيح الفيديو غيدي لنا شي حاجه ديال الوقت، وليني هذا من اجل انكم تفهموا وتطبقوها بشويه بشويه، باش ما تمشيو نقسم الاستاذ ما يقول لكم شي العمل خاطئ ويعطيكم مثلا نقطه ماشي حسنة عليهم. مع انني انا كنقول زعما هاد العملية الدوية كيما عدل العيل خاصها تكون في نظر الاستاذ يعني اروع من الروعة، لان المهم انه يعمل بيده، هذا هو القصد، ويستمتع بهذا العمل باش يكون له بحال متنفس من على الدراسة، ما يبقاش غير الدراسة 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 الدراسة. يعني ماشي شي حاجه يعني صعيبه. انا بالعاني عملت لكم المسطره باش تمشيو، انما ما قالوا لنا شي نقط منظمه ولا غير منظمه، قالوا لنا غير نقط فقط. نظموها ما نظموهاش، الا ما بغيتوش تعملوا لها المسطره بقاو تنقطوا. حنا غادي نشوفوا واحد الشكل،
حق ماشي في هاد الدرس هذا اللي فيه نقاط غير منظمة. بحال هاد الشكل هذا، وبهذا نكون انا ساليت الدفتر ديالي. شنو غنعدلو اخر؟ غادي نعدلو مثلا الميمحات. الميمحات غنعدلو الازرق، ونعدلو مثلا الازرق، ونعدلو مثلا الاصفر. غادي نجي لهنايا غادي نعدل الميمحات ديالي، غادي نعدلها بالازرق الغامق، وعاد نعملنا الازرق الفاتح او العكس. العكس هو الصحيح. وليني هاد المره نبقى نكحز بهاد الطريقه، القطوطات ديالي مستمتعين معايا بالعمل اليدوي. تا هي خصها تعلم القطة ديالي. لاحظوا انا ماشا وانا كنميل شي شويه بحال ميمحات الكومه بحال هكذا. لاحظتوا غادي نشبر اللون الاصفر، خليها وغادي نكمل الميمحه ديالي، وباقي غنعملوا لها الظلال ديالها. ايشان نكمل العمل ديالي. هذه ميمحات، يعني المفروض خصها تكون ميمحات، يعني انا غنشوف شنو غادي يطلع مني بحال هكذا. دابا غناخذو الازرق الغامق وغادي نعدلو الظلال ديالها. تضافت واحدة مهمة، بحال هاد الطريقة، يعني مجرد عمل بسيط ساهل ماهر. وغادي نعدلو حيت ما كاينش الاصفر الغامق، غادي نستخدمو بعوضو البرتو قالي. هو ما قال لي والو الصراحه، هاد الله ولينا حنا كنقولوا هو قال لنا، يعني البرتو قال لنا. سمع سيليا كتعيط على ولادها يحيى. بهاد الطريقة ونكون بذلك أنني رسمت الممساحة. المهم أنا عطيتكم الفكرة، يعني ممكن تعدلوا أي حاجة، ممكن تعملوا قلم الرصاص، ممكن تعدلوا مثلا مسطرة، ممكن تعدلوا محفظة. ها هي لاحظوا، ها هو الدفتر زعما مفتوح، ها المحفظة، الأدوات المدرسية، وصافي. ممكن تعدلوا مثلا مقلامة اللي كان اللي طاح لكم على بالكم، عدلوه بالنقط. ولا خفتوا ما تجيبوها شي مزيونه، عدلوها بالقلم الرصاص وعودوا عليها بالنقط. الى هنا نكون قد اتينا على نهايه هذه الوصفه ديال الدرس. نترككم في رعايه الله، على امل اللقاء بكم في درس قادم ان شاء الله. وفقكم الله لما فيه الخير. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء.